الملتقى التوظيفي فكره جديده على الانديه. هي طبعا الملتقى التوظيفي ده بيتنظم في جامعات مصر كلها وفي حتت كتيره جدا، بس هي كانت شويه بعيده عن الانديه. انا فكرت في الفكره وعرضتها على مجلس الاداره كخدمه جديده لاعضاء النادي الاهلي احنا ممكن نعملها لهم. هي ببساطه عباره عن ان احنا بنحاول ان احنا نوصل بين حديث التخرج والناس اللي هم لسه بادئين كارير جديد من اعضاء النادي بشركات عالميه وشركات كويسه في السوق، شغاله في السوق المصري. بيكونوا محتاجين ناس يوظفوهم وعندهم وظائف خالية. الفكرة عبارة عن ان هو يوم معين بنعمل فيه ان احنا بنجمع الشركات كلها وبتيجي في مكان واحد، وفي نفس الوقت بنعلن عن الميعاد ده لأعضاء النادي الأهلي من الشباب طبعا علشان يجوا يشاركوا في الملتقى التوظيفي ويقدموا السيفيز بتاعتهم للشركات، والشركات بتحاول بعد كده ان هي تشوف الوظائف الخالية مين اللي يقدر من الأعضاء النادي يقدر ان هو يملى الوظائف دي، ويبتدوا يبعتوا له ويراسلوه بعد كده بينهم وبين بعض علشان يوظفوه في الشركة. فهي شركات كتيرة متنوعة في كذا صناعة، يعني مثلا هيبقوا طالبين محاسبين، هيبقوا طالبين خريجين صيدلة، في شركات هتبقى طالبة حاجات هندسية، في شركات لوجيستكس او حاجات إدارية برضه هتبقى طالبة في المجال ده. ففرص عمل كتيرة ومتنوعة ممكن توصل لمئات الفرص. اللطيف في القصة ايه؟ ان برضه النادي الاهلي عنده قاعدة عريضة من الاعضاء، وكمان موجودين في اكتر مكان في الجمهورية، يعني في الشيخ زايد، في مدينة نصر، في وسط البلد هنا، فبالتالي ده كان عامل مساعد جدا، اللي هي كانت عامل جاذب للشركات ان هي تشترك معانا في الملتقى. احنا بنك فرنسي انشئ سنة 2006. البنك بيقدم خدمات مصرفية، بيقدم تمويل الشركات والأفراد. عندنا قطاع تمويل عقاري، كمان عندنا أكثر من 80 فرع عشان يغطوا جميع أنحاء الجمهورية عشان نقدر نلبي طلبات العملاء بتاعتنا. سبب الاشتراك بتاعنا، احنا اشتركنا في النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي طبعا من أكبر الأندية اللي موجودة في مصر، بالتالي لكن عن تعريف الأعضاء بتوعه، عدد الأعضاء هنا أعضاء كبيرة جدا. احنا شركة جي اس اف جولدن ستيت فودز، احنا موجودين حوالين العالم أكثر من 70 سنة، بقالنا في مصر 23 سنة بداية من 1994. احنا من كبريات الشركات اللي بتعمل في المواد الغذائية في مصر والميدل ايست وفي العالم. معظم انتاجنا، اكثر من 75% من انتاجنا بيتم تصديره لدول الخليج وشمال افريقيا وافريقيا. احنا مينلي بنعتمد على انتاج الصوصات، ومعظم الفاست فود في الميدل ايست بالكامل احنا بنغطيه. دومتي منذ تاسيسها في 1990 وهي تمثل ملحمه وطنيه صناعيه متميزه بكفاءه عاليه جدا، وكان هدفها منذ اليوم الاول اعتلاء السوق في هذه الصناعة، حتى وصلت اليوم إلى 200 منتج متنوع يخاطب جميع الأذواق وجميع مستويات الاجتماعية. لديها أسطول ضخم جدا في جميع المحافظات، أسطول توزيع ومبيعات يغطي جميع المحافظات لتلبية كل احتياجات العملاء. دومتي الآن لها الحصة التسويقية، الحصة السوقية الأولى في مبيعات الجبن الأبيض. تعتبر شركة فودافون مصر من أكثر الأسواق نجاحاً في مجموعة شركات فودافون العالمية. فودافون متصدرة سوق المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين، معدلات الأداء والأرباح، حجم الاستثمارات أكثر من 45 مليار جنيه مصري. فودافون مصر حصلت على لقب أفضل جهة للعمل بين شركات القطاع الخاص للعام السابع على التوالي، وده طبقا لاحصائيات عالميه. طبعا هي وظائف معظمها في كل بتستهدف كل الاعمار، بس تحديدا الخبرات الاكثر مطلوبه اللي هي الناس اول حديث التخرج، ناس فريش جرادويتس لغايه 8 ل 10 سنين بشكل كبير. طبعا في حاجات ممكن تكون اكبر من كده، بس ده مش الكومن يعني، او مش ده الدارج في الملتقى. الاكثر من زيرو لغايه 8 سنين في ملتقى التوظيف. فودافون عندها اكثر من 10,000 موظف
فودافون حريصه دايما انها تتواجد في التجمعات التوظيفيه للشباب، بنخلق دايما لهم فرص عمل في السوق المصري، بنقوم بتدريبهم على اكمل وجه، وعندنا ميزانيه مخصصه لتدريب الموظفين. ومن هنا احنا طبعا كنا حريصين ان احنا نبقى متواجدين الملتقى التوظيفي للنادي الاهلي. احنا اشتركنا في ملتقى النادي الاهلي لان احنا على ثقه ان طبيعه اعضاء نادي الاهلي عندهم الكواليتي العاليه جدا، بخلاف ان عندهم في احنا بنعمل داتابيز، وداتابيز انا عندنا ثقه ان هي داتابيز كبيره جدا واعضاء على مستوى عالي من الكفاءه والحرفيه. ونتمنى في الملتقى ده ان شاء الله ان احنا نملى الوظائف اللي احنا محتاجينها. احنا محتاجين مجموعه من الوظائف في ادارات المبيعات، في ادارات الجوده، في اداره السبلاي تشين، وادارات الاوبريشن. بالتاكيد هنلاقي هنا ليفل اوف اديوكيشن الريكوايرد، وكمان بندور على الانجليش يكون كويس، الناس يكون فريش. بالنسبه للوظائف المتاحه احنا بندور في ريتيل برانشز لخدمة العملاء أو في التيلر بوزيشن، بندور على ناس الفريش يكون إنجلش بتاعهم كويس جدا. كمان احنا البنك بتاعنا دلوقتي حاليا بيتحول بيعمل ترانسفورميشن انتو ديجيتال، فبالتأكيد بندور على الكايند اوف كاليبر اللي هو يبقى عنده الديجيتال ثينكينج. ليه احنا كنا بالنسبة لنا ملتقى التوظيف في النادي الأهلي كان بالنسبة لنا شيء مهم جدا ان احنا نتواجد فيه؟ ان طبعا دومتي مثل اي مؤسسه متفوقه ومتميزه يهمها جدا التفوق والتميز في جميع الاجواء يعني، ومن احد اسباب النجاح والتفوق التيم العمل اللي شغال معانا، فلازم يبقى ليه مواصفات خاصه من ضمنها اللياقه الذهنيه واللياقه البدنيه وكذلك شخصيه البطل او شخصيه التفوق. ومتهيألي مش هنجد هذه المواصفات او هذه الصفات الا في مؤسسه عظيمه وناجحه مثل النادي الأهلي. كمان بما يتميز النادي الأهلي من شعبية عظيمة وأعضاء داتا عظيمة جدا كعدد على مستوى جميع أنحاء الوطن يعني. أهم حاجة دلوقتي خلاص يعني جوب ماستر عملت دورها، شركات موجودين، مجلس إدارة دعم القصة، إدارات تنفيذية، تسويق، مقرات، ليه مقرات ساعدونا في القصة دي جدا. دلوقتي بقى الكرة في ملعب أعضاء النادي إن هم يحضروا إن شاء الله الملتقى ويبتدوا ينجحوا بقى الفكره والتجربه اللي هي اول مره تحصل في النادي، علشان ان شاء الله بناء على حضور الناس وبناء على الناس تشتغل باذن الله بعد كده في الشركات دي، الشركات هتجي لنا مره ثانيه وثالثه ورابعه، يبقى في دايما ان شاء الله هتبقى ايه دايما حدث مستمر لتوظيف الشباب في الملتقى. بدعوا اعضاء النادي الاهلي كلهم من الثلاث مقرات بتاعت النادي سواء مدينه نصر او الجزيره او حتى الشيخ زايد ان هم يشاركوا في الملتقى التوظيفي ده علشان الفكره تنجح ونقدر ان احنا نعملها بعد كده كل سنه بانتظام، لان ان شاء الله ان شاء الله فرص العمل اللي هتتوفر والاولاد اللي هيشتغلوا دول كلهم هيبقوا نواه طيبه جدا لمؤتمرات تعقد بعد كده ونقدر ان احنا نعممها. ونادي الاهلي طبعا بما ان هو سباق في كل الافكار دي اعتقد ان هي بعد كده انديه كتيره هتاخدها ان هي تطبقها بعدين.